مرحبا بك في كيف أندرويد على الرقمي تي في. سنستعرض اليوم كيفية العثور على جهازك الأندرويد والتحكم به عن بعد التي ستمكنك من أن تعرف مكان جهازك بالضبط. قفل جهازك بكلمة مرور جديدة. محي بيانات جهازك. جعل هاتفك يرن لمدة 5 دقائق. عند فقدانك هاتفك لا سمح الله، قم باستعارة هاتف أندرويد آخر من عائلتك أو أصدقائك واتبع الخطوات التالية. أولاً، اذهب إلى سوق جوجل وفي أعلى الشاشة اضغط على العدسة، ثم ابحث عن أندرويد ديفايس مانجر واختر التطبيق، ومن ثم اضغط على تثبيت. بعدما يتم التثبيت افتح التطبيق، اضغط قبول، ومن ثم أدخل كلمة المرور الخاصة بحساب جوجل، ويوجد خيار لا تنساني مرة أخرى ولكن لا ننصح باختياره، وبعدها اضغط تسجيل دخول. بمجرد تسجيل الدخول ستجد كل الهواتف وأجهزة التابلت المسجلة بحساب جوجل الخاص بك، ويمكنك التنقل بينهم بالضغط على اسم الجهاز. يمكنك أن تحدد مكان جهازك بالتحديد في الخريطة. هناك عدة خيارات يوفرها هذا البرنامج، مثل استصدار رنين والذي سيجعل جهازك المفقود يرن بأعلى صوت لمدة 5 دقائق، وخيار قفل الذي سيقفل جهازك بكلمة مرور جديدة، فعند ضغطك على زر قفل سيطلب منك إدخال كلمة المرور الجديدة. قم بذلك وأعد كتابتها مرة أخرى للتأكيد. بعدها أترك رسالة ورقم اتصال على أمل أن الهاتف وجده شخص ولم يسرق. ستظهر الرسالة ورقم الاتصال على شاشة القفل للجهاز المفقود، وبعدها في الزاوية اليسرى من الشاشة اضغط قفل، وهذا سيقفل الجهاز المفقود إذا كان متصلاً بالإنترنت، وعندها لا يمكنك فتحه إلا بكلمة المرور الجديدة حتى لو كانت هناك كلمات مرور قديمة مسجلة عليه. والاختيار الثالث هو محو، الذي سيمحي البيانات من ذاكرة الجهاز الداخلية، وهي التطبيقات، الصور، الموسيقى، والإعدادات. حتى إذا كان الجهاز غير متصلاً بالإنترنت سيتم محو البيانات بمجرد اتصاله بالإنترنت. وبهذا تكون عزيزي المتابع قد نجحت في تأمين بياناتك الشخصية على جهازك الأندرويد المفقود. إذا استفدت من الشرح اضغط لمشاهدة شروحات أخرى وتابع برامجنا. كما يمكنك الضغط على أيقونة الاشتراك على الشاشة ليصلك منا كل ما هو جديد. إذا كان لديك استفسار أو تعليق اتركه على حساباتنا في الفيسبوك، تويتر، يوتيوب، وإنستغرام. إلى اللقاء مع شروحات أخرى في سلسلة شروحات كيف على الرقمي تي في.